السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. نبداو في جديد ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الفيديو نتاع عدنا كما كتشوفوا من العنوان غادي نشارك معكم واحد الوصفات اللي خفاف ظرافي للعشاء. ولكن قبل بغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي وديالكم ايمان شانيل. بغي نقول لكم نتمنى الفيديو ديالي يدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبالسعاده باش ما كنتو تتمناو. نبغي نشكركم بزاف بزاف على لي كومونتير، على التشجيع ديالكم، على لي جيم ديالكم. وما تنساوش ما تنساونيش بواحد البسيمه بواحد جيم في هذا الفيديو. الوصفه نتاع النهار كما قلت لكم تاع العشاء، شكون بحالي يعني العشاء ديما عندها تالف، وديما انا نكون في الخدمه وكنفكر واش غادي ندير العشاء واش خصني ندير خصني ندير هذيك، يعني عشايا ديما تالف. يعني العشاء الا كان عندي ماشي تالف كنكون موجوده الصباح يعني على تيسا كما نقول. المهم الوصفة تاع عدنا غادي نشارك معكم عشاء خفيف ظريف ومشبع ومتكامل وفيه كاع كما يقولوا الصوالح اللي غادي يعجبوكم. كما كتشوفوا اول حاجة درتها هي السلطة، درت لي باتي تسلقو، من بعد قطعت الكورنيشون ديالي، زدت عليه الطون نتاع الزيت والمايس، وزدت عليه معلقة ونص كبار تاع المايونيز وشويه لاصوص نتاع السلطه اللي كتكون فيها الخل، ديك لاصوص اللي كتكون فيها الخل وكتكون عاقده، ملح، وزدت لاصوص الطوج. هذه هي المكونات. بالنسبه للزيت كنخلي شويه في الطوج شويه تاع الزيت وهو اللي كنستعمله، وكنزيد عليهم لي بات من بعد ما كيتسلقوا، كنخلط نخلط مزيان، كندخلهم الثلاجه شويه يبردوا. هذه كاول حاجه. ثاني حاجه اللي صايبتها هي الصوص، ولكن قبل غادي تشوفوني يعني راني نغبر عليكم شي مرات. نورمالمون انا البروغرام اللي دايره كندير فيديو في النهار وفيديو لا، فيديو نهار فيديو نهار لا، شي مرات ندير يعني يومين. ولكن الا شفتوني غبرت عليكم راه ديفا كيكون مورا سافا با اول حاجه، يعني ما كنبغيش انني واخا كنكون صورت باش انني ندير المونتاج، وكما كتعرفوني كندير فوا اوف، يعني ما كنديروش في الفيديو ديما الفوا اوف راه كتكون بحدها، ما كنبغيش نجي نعطيكم ديك الطاقه السلبيه. كنكون شي مرات معصبه، شي مرات بزاف تاع الحوايج، سبحان الله يعني كما نقولوا راه هذه هي الحياه وهذه هي الدنيا، يعني تحت ما لقاها كيبغاها. ولكن ما كنبغيش يعني تكون عندي شي حاجه سلبيه وكنجي كنعطيكم ديك الطاقه السلبيه، لا ديما كنبغي نعطيكم روح ايجابيه، حياه ايجابيه، طاقه ايجابيه. يعني ما كنبغيش نوصل لكم شي حاجه اللي تضركم ولا شي حاجه اللي كما يقولوا ما غادي تنفعوا بها والو. كما كنقولوا نبغي نعطيكم شي حاجه اللي غادي تكون مفيده، شي حاجه اللي غادي تدز بكم القدام، شي حاجه اللي غادي ولا شتو. انا عندي الربح انكم تدخلوا تشوفوا الفيديو تديو فكره بسيطه ولا شي حاجه مفيده، وحسن انكم يعني تدخلوا تديو افكار بزاف وما تطبقوهمش. انا عندي الربح كما قلت لكم انكم تشوفوا حاجه وتديوها تطبقوها في حياتكم مني انا، احسن من انكم تشوفوا تسمعوا 100 حاجه وما تديو والو. المهم الوصفه الثانيه كانت هي الصوصات. الصوصات كما كتشوفوا هاد الصوصات شريتهم مره، كنت مشيت بارازار كانوا لي برومو في لادان، جبت لادان تلقيت الصوصات هذا دايرين في واحد الطبيصير يعني وديجا طايب، ودايرين انواع كوكتيل تاع الصوص، دايرين صوصات اللي كيكون بالفخوماج، دايرين على ثلاثه تاع الانواع، يمكن على حساب الفرماج، كاين يمكن الفرماج الاحمر، كاين المونزاريلا، المهم كانوا يعني ثلاثه تاع الانواع تاع الفرماج. وكان الصوصات اللي كيكون فيه الزعتر، كاين اللي كيكونوا فيه العشوب، كاين اللي كيكون عادي. هذا بالنسبه لي الصوصات العادي تاع لادان. دقت انا غير هذا نتاع العشوب، عجبني هذا وخديته، اللي كان الثمن ديالو رمزي كان ب 32 درهم. الا كان باقي في مرجان ننصحكم تمشيو تذوقوا وخذوا، راه تذوقوا عاد تاخذوا. المهم كنديرو شويه في المقلاه تشحروا عاجي غير مع شويه نتاع الزيت، ومن بعد اون فوا كيتشحروا كنبدا نقطعهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. انا شاركت معكم الطريقه باش انكم تقطعوا في المقله، ولكن انني خفت على المقله تاع الكران تمشي تضيع، ما بغيتش انني كما يقولون نقطع داخل فيها. خديتهم يعني فوق القطاعه ودست باش انا نقطعهم. كتقطعوا الصوص ديالكم عادي كما كتشوفوا، كلشي راه موضح لكم في الصوره. وكما قلت لكم راه كاين في مرجان هاد الصوص داير غير 32 درهم، برومو كان والجديد الجديد الجديد، ننصحكم تمشيو تذوقوه وجربوه. ما تنساوش تردوا عليا الخبر وجربوه بهذه الطريقه، بهذه الوصفه اللي عطيتها لكم كتجي لذيذه 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 لذيذه. انا كنزيد عليه لاصوص طوماط، بالنسبه كنتو الملح يعني موالفين يعني الحاجه يعني بينو ولا صامطه، هذا الملح اللي كيكون داخل في الصوص هو كافي.
كنتو يعني كتبغوا شويه الملح بزياده كتزيدوا الملح، يعني الصوصات راه ديجا الداخل فيه الملح، وبالنسبه اللي كيكون فيه الفرماج راه بيان سو غيكون فيه الملح مع الفرماج ديجا مالح، هذاك نهائيا ما تزيدوش فيه الملح. وبالنسبه نتاع العشوب كيكون فيه الزعتر، حتى هذاك عجبني ما نكذبش عليكم، ولكن خفت يعني صحاب الدار ما يبغوش ياكلوه، خديت يعني شي حاجه اللي غادي ناكلوها كاملين، وانا كما عارفين يعني ما كناكلش يعني الفرماج، ما جبتش الفرماج نتاع الفرماج. هنا كنزيد عليه لاصوص طوماط، يعني مطيشه محكوكه ولا لاصوص طوماط، كما عارفين المطيشه راه غاليه، ما كنتوش تقدروا ديروا مطيشه ديروا غير لاصوص طوماط، كتزيدوا معاه شويه كمون، ومن بعد ضربوا واحد ثلاثه تاع البيضات ولا وزيدوهم فوقهم، غطيو داك الصوصات مع البيض ولاصوص طوماط ديالنا يطيبوا، ومن بعد كنقدموهم بالصحه وبالصحه والراحه. وكاخر حاجه كنتو باغيين تزيدوا واحد الديسير اللي خفيف ظريف وسهل، وكنتو باغيين كما يقولوا ديروا عشاء ساهل ماهل بلا ما يدي لك الوقت وتزيدي مع هذا الديسير، شوفوا الفيديو اللي كان قبل اللي شاركته معكم تاع التيراميسو او الكيكه البارده، ممكن انكم تزيدوها في هذا العشاء ديالكم وتقدموه بالصحه والراحه. ونبغي نقول لكم ما تنساوش تابونا في القناه، ما تنساوش تدعموني بزر اعجاب، ما تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب والعائله ديالكم كاملين في مكانه في مكانه في العالم، بارطاجوا عاونوني بديك بارطاج، عاونوني باللي جيم ديالكم باش الفيديو يزيد يظهر عند الناس اكثر واكثر. نبغي نقول لكم شكرا بزاف، ونبغي نقول لكم كاع اللي وصل لهنا للثاني تاع الفيديو ديالي، نبغي نقول لهم الله يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، انا ما علمش على قلوبكم ولكن سيدي ربي علم على قلوبكم، الله يعطي اي واحد واش تما تمنى في حياته، الله يعطي اي واحد كما يقولوا واش تما كما يقولوا كانت الامنيه ديالو الاهداف ديالو في هذه الحياه الله يوفيهم له، كانت باغيه كنتو باغيين الصحه الله يعطيكم صحه جديده، كنتو باغيين الدريه الله يعطيكم الدريه الصالحه، كنتو باغيين الزواج الله يعطيكم الزوج او الزوجه الصالحه، كنتو باغيين الرزق الله يعطيكم الرزق ويغنيكم من عنده، كنتو باغيين ما عرفتش كنتو باغيين تنجحوا في حياتكم وفي خدمتكم وفي دراستكم الله ينجحكم والله يوفيكم داكشي اللي كتمناو، كنتو باغيين تلقاو خدمه، كنتو باغيين كما يقولوا مستقبلكم يزدهر الله يعطيكم خدمه كما يقولوا باللي كتمناوها بخاطركم. نبغي نقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الوقت اللي عطيتوني وخليت لكم لهنا، خليت لكم راحه البال، خليت لكم كل ما كنتمناو. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تدعيو معايا حتى انا كما نقولوا ربي يقويني ونوفق ما بين اليوتيوب ما بين المونتاج ما بين التصوير ما بين الخدمه ما بين حياتي الشخصيه ما بين حياتي مع العائله، الله يوفقني كما يقولوا حتى انا نقدر كل نهار نهار بنهار على الاقل ثلاثه تاع الفيديوهات يكونوا عندكم في السيمانه المينيموم، الا ما كنتش قادره على الاقل يكونوا عندكم جوج فيديوهات في السيمانه. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم.